عودي لكم، واكيد متابعين سوا برنامج مع دليدا. سوا طيارتنا رح تخط بلبنان بمقابله خاصه مع الرسام اللي عن جد عم يرفع اسم لبنان، مش بس بلبنان، باستراليا كمان عم يرفع اسم لبنان وايضا بامريكا. رح نحكي عنه اكثر واكثر، نتعرف على الرسام جورج حيدر. صباح الخير من استراليا الى لبنان. صباح الخير دليدا، كيف أحوالك؟ كتر خير الله، ماشي الحال. جورج، يعني خلينا نبتدي أولا عن بداياتك. كيف اليوم ابتديت بهالهواية الرائعة جدا ومش هيني، واحد عن جد من خلال الرسم يشوف يمكن تأملات كتير كبيرة يمكن نحنا ما بنقدر نشوفها، يلي ما بيكون عندهم عين الموهبة وأيضا كمان عندهم إذا فينا نقول هاللذة اليوم بنقل الصورة الواقعية مثل ما هي. الحقيقة بلشت العملية، كنت أنا تلميذ واكتشفني واحد من أساتذة الرسم بالمدرسة بلبنان. ما كنت أعرف أني أنا عندي هالهواية بهالقوة، لأنه رسم شيء على اللوح ورسمته أنا بسرعة، يعني كان كتير شيء مدهش لإله، لفت لي نظري ومن هناك حبيت الرسم وابتدأت بلبنان طور الموهبة. طبعا طالع كل الكتب العالمية عن الرسم، فكان شيء بداخلي يعني بده يتفجر، فشوي شوي صرت متابع الهواية وصرت عندي بطريقة بروفيشنال بالآخر. نعم، اليوم يعني برسماتك جورج أكتر شيء على شو بتعتمد؟ هل يمكن صورة أو مرقت معك بحياتك ما بتنسيها بترسمها، أو مشهد معين على المشاهدين اللي بتشوفها بخلال النهار، أو يمكن واقع معاش منشوفه من حرب من ظلم من قهر، أو من حتى كمان فينا نقول صفحة بيضاء بتنقلنا للوحة فنية حلوة؟ الحقيقة أنا طريقة رسمي بحب عاصر المجتمع اللي أنا فيه، يعني بعرف رسامين كتير بيرسموا بطريقة مثلا معينة، بنعرفوا بطابع معين، دايما بيرسموا مثلا ستيل لايف أو بيرسموا شغلات معينة. أنا بحب أني أرسم واقع البلد اللي أنا فيها. مثلا أنا عشت بملبورن، عشت بلبنان، مثلا بلبنان كنت أرسم أشياء تتعلق بالحضارة اللبنانية بالمجتمع اللبناني. هلأ بملبورن محل ما أنا عايش برسم كل الأمور اللي تتعلق بالحضارة بملبورن، الأشياء اللي بتهم أهل ملبورن. كمان بفرنسا رسمت صور كتير عن الأمور المهمة بفرنسا، الأمور اللي بتابع الأحداث، وبرسم دائما صور الناس فعلا بتحبها لأنها لها علاقة بواقع الحياة اليوم. نعم، والألوان اللي بتعتمدها أكتر شيء يعني حسب موضوع الصورة اللي عم ترسمه، أكيد يمكن بيتناغم مع حسب موضوع الصورة. طبعا أنا صرت تقريبا معروف بالألوان، وكمان شغلة اسمها تعليقات كتير حتى من اللي بينتقدوا الفن اسمها اكس فاكتر. فبكلمة تانية انه الصورة فيها اشياء بتجذب الشخص بطريقة عاطفية، بيطلع بالصورة وطبعا بصير يعني بتجذبه لإله، بتخليه انه يكون تقريبا عنده نوع من العلاقة بالصورة. نعم، اكيد هيدي شغله مش هينه، وهيدي شغله يمكن بتنطبع اليوم بترجم لوحه لما بنطلع فيها بتاخذنا لابعاد خياليه كتير مهمه، واهم شيء واحد عن جد من خلال الصوره يشتغل على العنصر الخيالي. متابعين سوا ودايما مع الرسام جورج حيدر. جورج، المعارض اللي قمت فيها سابقا بأي مناطق تقريبا؟ كنت بلبنان، كنت بأستراليا، كمان جيت لعنا أستراليا، كمان اليوم بدنا نشوفك بأمريكا مثل ما عرفت، في عندك شيء كتير مهم. نعم، الحقيقة أنا قمت بمعارض كتير. أول ما جيت على أستراليا بسيدني بالأول اشتركت بمعرض بجاليري مشهورة كتير جدا، تعرض لوحات لأفضل الرسامين بأستراليا، اسمها كاسل مول جاليري.
من الرسامين اللي كانوا فيها برو هارت وماكس مانكس، فأخذوا صوري لأول مرة، وكانت طبعا ألقت إقبال جميل في العالم كله، صار يعني مهتمين بالصور وصرت مشهور بقلب الجاليري. بعدين انتقلت إلى مالبون. بمالبون عملنا معارض كتيرة، واحدة من المعارض اللي اشتركت فيها بالناشونال آرت جاليري أوف فيكتوريا كان في معرض للجاليات العربية، وأنا مثلت لبنان بلوحة عن بعلبك، برافو. وهاللوحة كمان طبعا لفتت انتباه الناس لأنه رسمتها بطريقة مختلفة شوية. رسمت 7 عواميد لبعلبك وسميتها لن نموت، نعم فبهالصورة فعلا عملت شهادة قوية للبنان. بعدين اشتركت بمعرض، عملت معرض بيسموه سولو اكزيبيشن اسمه فيكتوريان ارت سوسايتي، وهذا المعرض كان سبونسرد باي رويال ملبورن هوسبيتال، وافتتح من البروفيسور اللي هو نيوروساينس بروفيسور اندرو كاي اللي مشهور بالعالم، من اكبر 4 بروفيسورية بالعالم، فتح المعرض وكان معرض كتير ناجح حقيقة. اليوم بدنا نشوفك بامريكا، رايح على امريكا من لبنان، رايح على امريكا، خبرنا عن هالموضوع اكثر. الحقيقة أنا عندي أهلي بأمريكا وعندي ناس أصدقاء قريبين بأمريكا، وعلى مستوى أني دايما بروح لعندهم، فبزياراتي الأخيرة اتصلت بكتير جاليريات وكانوا كتير مهتمين بصوري وبالأسلوب اللي برسم فيه. وأخيرا 2 أو 3 جاليري، واحدة بنيويورك بفيفث أفنيو مانهاتن، طلبوا مني اعمل معرض عندهم، وواحد جاليري تاني بلوس فيغاس، وواحد تاني بلوس انجلوس. فنالله راد انا بعد حوالي 3 اشهر او 2 3 شهور رايح على امريكا وحاعمل ارانجمنت لهالمعارض هيدي. نعم، قديش مهم اليوم الواحد يعني يتابع آخر المخطوطات يعني على الساحة الفنية، وخاصة كمان يتابع مزج الألوان. بنشوف بعض اللوحات اللي الرسام بيمزج فيها الألوان. الحقيقة هي بدها معرفة كمان، لأنه الألوان هي بتعبر عن 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 طبيعة الشخص، عن كمان إلى شو بسموه مزج معين. فالألوان إلى شخصية، بكلمة تانية بسموها شخصية، بتعبر عن الـ عن الـ عن الجمال، بتعبر عن مثلا الإنسان ما يكون مبسوط. فكتير مهم إن الإنسان يعرف الألوان، ويعرف أيضا الخلفية عن الألوان، لأنه أحيانا إذا بنمزج ألوان مع بعضها بتكون ما بتروح مع بعضها الألوان، فما بتعطي أي صحيح طبيعة جميلة للصورة. نعم، نحن بدنا نشكرك جورج أكيد، ودايما كمان رح نكون متابعينك. اسم الله عليك، من قلك عم ترفع اسم لبنان بلبنان بأستراليا وبأمريكا، وإن شاء الله قريبا كمان بيشوفوك بفرنسا مرة تانية كمان بينطروك، لأنه نحن بدنا نشكرك شكر كتير كبير لألك. شكرا كثير دليدا على البرنامج وعلى الأمور اللي بتعملوها دائما، فعلا أنا بتابعها وشيء بشرف. شكرا لألك.